قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. هل يدعو عليه ندبا استحبابا أم وجوبا؟ قولان لأهل العلم، لكن هل له أن يقول هذا الدعاء مباشرة أم أنه يتريث وينتظر ربما أن هذا البيع وقع منهما عن جهل؟ فالجواب عن هذا أنه يقول كما قال الشرع، لأن الشرع لم يفصل لا أربح الله تجارتك. فإن كانت الدعوة التي صدرت منك وافقت حال هؤلاء وهم يجهلون، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في السنن: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فمثل هؤلاء معذورون ولا تستجاب فيهم الدعوة، لكن يقول لا أربح الله تجارتك، ثم يبين لهم حقيقة الأمر والشرعة بهذا. وإن رأى أن المصلحة، لأن بعضهم قد يكون متسلطا لا يسمع ولا يرعوي، والأسلوب الذي يكون بهذه الدعوة الصريحة قد يكون له مثلا زيادة في طغيانه وفيما شابه ذلك، فنحن مع المصلحة. إن وجدت المصلحة أنه لا يقال، وإنما يذهب إليهم تلقائيا ويقال يا إخوان الوضع وما عملتم محرم، فلا حرج، نحن نبحث عن المصلحة، لكن من حيث الأصل لا أربح الله تجارته.